صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح التفاؤل. بنبدا مع حضراتكم يوم جديد في هذا الصباح، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما عندنا موضوعات جديده ومتجدده. يعني من ضمن موضوعاتنا النهارده اللي احنا هنتكلم عليها، اليونسكو بتقول انه لا يزال اكثر من 244 مليون طفل وشاب في جميع انحاء العالم يعني خارج المدرسه، وبالتالي سنلقي الضوء على هذه القضيه وقضيه التسرب من التعليم وكيفيه المواجهه، خاصه وان هذا العدد ربما هو عدد كبير بالفعل ويتطلب جهود دولية للوقوف على الأسباب ووضع السبل والخطوات المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة بالطبع. عندنا موضوع آخر هنتكلم طبعا عن تغير المناخ وأثاره على حقوق الإنسان مع قرب طبعا والاستعدادات الجارية على قدم وساق لمؤتمر كوب 27، وما نشهده من ظواهر مناخية تؤثر على كثير من دول العالم في الحقيقة، ولها الكثير من التداعيات على مختلف الأصعدة، خاصة الأصعدة الإنسانية والاجتماعية وغير ذلك، وبالتالي يعني كيف تؤثر هذه التغيرات المناخية على حقوق الإنسان. عندنا فقرتنا الثابتة اللي احنا متعودين عليها دايما في هذا الصباح، قراءة لبعض الأخبار والتقارير المختلفة حول العالم. أيضا عندنا وقفتنا الرياضية ووقفتنا الاقتصادية، يعني وهنبدأ مع حضراتكم بعد الفاصل مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وبنبدأ معاكم أولى فقراتنا، وهنبدأ مع اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزراء الإعلام العرب، والتأكيد على ضرورة أن يتحدث الإعلام العربي بلغة واحدة تساعد على مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وتحديات مختلفة تواجه المنطقة العربية تحديدا، وبالتالي لابد خلق حالة من الوعي وأن يقوم الإعلام العربي بدور كبير في هذا الأمر للتصدي لهذه التحديات وتوضيح الصورة حقيقية للكثير من القضايا والملفات. خلينا نشوف مع حضراتكم تفاصيل في هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة وزراء الإعلام العرب. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب، مشيرا سيادته إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي، وهو الأمر الذي يستدعي قيام الإعلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات، وأن يتم طرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي والوجدان العربي، ومشددا سيادته على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب. وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض الذي تتعرض له مختلف الشعوب العربية، شدد السيد الرئيس على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية، وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير، لأن رسالة الدين هي البناء والتعمير والسلام والتنمية، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب في إطار مجال حضاري آمن. من جانبهم أعرب السادة الوزراء المشاركون في الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب والمنعقدة حاليا بالقاهرة عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مشيدين بالإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة سيادته على كافة الأصعدة سياسيا وتنمويا واقتصاديا واجتماعيا، والتي تقدم نموذجا يحتذى به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة
بالإضافة إلى الدور المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله. كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، خاصة ما يتعلق بالتوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي. وقد أعرب الحضور عن تسمينهم لعمق الطرح المقدم من السيد الرئيس وحكمة سيادته في إدراك متطلبات بناء الدول، مؤكدين أن مواجهة التحديات بكافة صورها لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها، وإنما تشارك فيه أيضاً المؤسسات الإعلامية، ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجادة والتعبير عن أولويات سليمة وتوعية الشعوب والمجتمعات بالأبعاد المختلفة للتحديات وكيفية مواجهتها والتصدي للأكاذيب والشائعات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. الاجتماع شهد متابعة مستجدات عدد من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية، حيث وجه السيد الرئيس بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين. كما اطلع السيد الرئيس على الخريطة الوبائية العالمية بشكل عام وتأثيرها على الوضع في مصر، والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد، واستراتيجية التعامل مع الحالات التي يمكن أن تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج. وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الانخفاض الملحوظ والمستمر في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج التوعية الوقائية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة، مع تعزيز منظومة تصنيع اللقاحات في مصر لضمان استمرارية توفرها. كما عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين جهود تطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، وكذلك تطوير منظومة الدواء بما يضمن توفير كل الأدوية الأساسية في جميع المؤسسات العلاجية. نروح لموضوع آخر مشاهدينا الكرام، ومع قرب العام الدراسي الجديد بتتواصل مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد، واللي انطلقت في بداية الشهر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بتصل نسبتها إلى 30%. وكمان معنا تقرير هنشوف من خلاله مجموعة من التفاصيل. مع العد التنازلي لاستقبال عام دراسي جديد، تواصل مبادرة كلنا واحد بمنافذها المنتشرة في محافظات مصر تواصل توفير المستلزمات المدرسية والمكتبية بتخفيض يصل إلى 30%. عندي لما جاف وعندي لما رصاص وعندي جلادات وعندي التيكت وعندي الدباسات وعندي الظروف وعندي كل حاجة هنا في الإيرادات المدرسية. الشنط المدرسية كل شنطة بينزل عليها خصم من 80 ل 50 جنيه. وفي حاجه بتنزل عليها اكتر من كده كمان على حسب الشنطه اللي جايه لنا، يعني مثلا الشنطه هنا في شنطه عامله 270، انا شايفها بره عامله 380 جنيه. شايفها بره عامله 360 جنيه، ففرق بين 100 و120 و80 جنيه للشنطه، بالفرق بين هنا وبره. الاشاده بالمعروض من مستلزمات مدرسيه امتدت من الادوات المكتبيه الى الاحذيه والحقائب وصولا للزي المدرسي، كان لسان حال المترددين على منافذ المبادره. اشتريت شنط وكاوتشات وزمزميه. أسعار جميلة. أنا بدل ما أجيب من هنا ومن هنا كله يعني اتجمع في مكان واحد، كراريسي، كتبي لأطفالي، لبس المدارس، كل حاجة يعني متاحة هنا حلوة خالص يعني.
تفرق معايا بدل ما الف من مكان لمكان وكده، كده معروف ان القاهره ان هي عنها زحمه وكده، فلما يكون الحاجات كلها في مكان واحد بيبقى افضل بكتير. رغم هامش الربح الذي يكاد يكون منعدما، الا ان ربحا من نوع اخر وجده العارضون في توفير احتياجات المواطنين. الربح الاول والاخير لينا ان ولي الامر يبقى ماشي واخد كل حاجته ومكفيينه وموفرين له كل الاحتياجات بتاعته، هو ده المكسب بتاعنا. احنا ما بنكسبش فلوس قد ما احنا بنكسب ان يبقى رضاء ولي الامر عن المبادره، وان هو حاسس فعلا ان السيد الرئيس مهتم بيه وان الجهات المعنيه مهتمه بتوفير الحاجات المخفضه للسعر دي. الى نهايه الشهر الجاري تمتد مبادره كلنا واحد تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير اكبر قدر من الوقت امام الاسر المصريه لتوفير احتياجاتها من الادوات المدرسيه والمستلزمات المكتبيه على اعتاب عام دراسي جديد. من احد منافذ مبادره كلنا واحد، ساره متولي، النيل. بالطبع يظل الشيخ محمود خليل الحصري علامة فارقة في قراء القرآن الكريم بالطبع، فيظل هو عميد دولة التلاوة في العالم العربي. واليوم بتحل الذكرى 105 لميلاد الشيخ محمود خليل الحصري، والذي كان من أوائل قراء القرآن الكريم في الإذاعة المصرية، وله العديد من القراءات بروايات مختلفة. كان أول من رتل القرآن الكريم في الأمم المتحدة، وقد اشتهر بلقب الحصري لتكلفه بفرش المساجد بالحصر، وامتدت رحلته لأكثر من 55 عاما. تحتفل الأمة الإسلامية في هذا الشهر من كل عام بمولد القارئ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي. ولد الحصري في قرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية، وقد أجاد قراءة القرآن الكريم بجميع القراءات العشر، ولقب الحصري لأنه كان يفرش المساجد بالحصر. ويعد الحصري أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كما افتتحت إذاعة القرآن الكريم بثها الإذاعية بتلاوته، وظلت تقتصر على صوته منفردا لمدة 10 سنوات. وفي عام 1950 عين الحصري قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، ثم عين قارئا لمسجد الإمام الحسين سنة 1955. سجل الشيخ الحصري العديد من التسجيلات القرآنية، كترتيل المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، ورواية ورش، ورواية قالون، وترتيل المصحف المفسر، والمصحف المعلم. إذا جاز لي أن أتحدث عن والدي، فالحقيقة كان بالنسبة لنا جميعا كان أب الحاني، القدوة، المثل الأعلى لينا. فتحت عينينا على أب كان كل همه في الدنيا هو رضا الله سبحانه وتعالى والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانش يسألني غير سؤال واحد، أنت صليت؟ أقول له صليت. طب احفظ قرآن. تم تعيينه عام 1960 شيخ عموم المقارئ المصرية، ثم خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية، كما تم تعيينه رئيسا للجنة تصحيح المصاحف بالأزهر، ومستشارا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، ثم رئيسا لاتحاد قراء العالم الإسلامي. وكانت وصيته قبل وفاته سنة 1980 بأن يخصص ثلث تركته للإنفاق على مشروعات البر والخير، بعد أن شيد مسجدين ومعهدا أزهريا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمسقط رأسه. رحم الله الشيخ الحصري وأدخله فسيح جناته. تتواصل فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورات 15، حيث يعني تنشر الفرق المشاركة في المهرجان نغمتها الروحية في عدد من المواقع التاريخية بالقاهرة. يدعو المهرجان للبحث عن مساحات للتلاقي بين الشعوب من خلال الموسيقى وغناء القصائد التي تحمل في معانيها رسائل للتقارب بين البشر. ومعانا كمان تقرير هنشوف فيه تفاصيل.
واصل مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فعالياته في نسخته 15 بمشاركة 30 فرقة من كل فرق العالم، والتي انطلقت على مسرح السور القاهرة الشمالي بجوار بوابة النصر بالقاهرة. احنا لازم نبقى كلنا يعني مرتبطين ببعض ونحب بعضينا ونوصل الرسالة دي كلنا للعالم كله يعني، وده ملتقى ومهرجان لجميع الدول كلها العربية، يعني فرحة كبيرة جدا يعني ان مصر كلها بتشارك مع الدول كلها يعني. سعيدة سعيدة قوي قوي قوي، ممكن بعدين ممكن بعدين ممكن سنة جاي ممكن انا جاي هنا. انا النهارده فرحانه قوي اللي انا شفت يعني العرض، وكنت مبسوطه اللي هو يعني في فرق كتير من بلاد عربيه كتير قوي. المسك ده يا طرف يحكي كتير. شارك في الليله الخامسه للمهرجان فنانون من المغرب وفلسطين والجزائر واندونيسيا وجنوب السودان ومصر، والذين قدموا فنا راقيا ابهر الحاضرين. ما شاء الله تبارك الله، يعني مهرجان رائع جدا، مهرجان ضخم، إمكانيات ضخمة وتجهيزات ضخمة، وما شاء الله يعني في تناغم بين الفرق، في كل واحد بيعطي بصمته، كل واحد بيأدي لونه، فبتحس يعني في إشي هيك مميز قاعد بصير. هذه ثاني مشاركة يعني بعد جائحة كورونا، يعني كان هناك نقص في المشاركات يعني الدولية، وهذه المشاركة الثانية بالنسبة للوفد الجزائري في هذا المهرجان. الحقيقة هو مهرجان من أكبر المهرجانات التي تقام في العالم. دي ثالث سنة نشارك فيها، بس كل مرة بتكون مميزة جدا. المكان بيدعو فعلا لرسالة واحدة، وهي أهم حاجة يعني إن الله فوق، إحنا كلنا عيلة واحدة هنا مهما اختلفت عقائدنا وأدياننا. في روح بهجة بتوصل لنا حتى وإحنا في الكواليس، كلنا بنساعد بعض وبنسند بعض. يا ربي صلي على محمد. يسعى المهرجان إلى إحياء زمن الفن الجميل والتراث الإسلامي والقبطي والكنائسي ونشر ثقافة الحوار بين شعوب العالم. وتتواصل فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15 بمشاركة 30 فرقة من كل أرجاء العالم، لترسل رسالة مفادها الحب والسلام من مصر لكل أرجاء العالم. من موقع الاحتفال عبد الحميد صقر، النيل. نروح لموضوع آخر مشاهدينا الكرام، وتم اختتام أعمال وفعاليات ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة الذي شارك فيه يعني مشاركون من 34 دولة عربية وأجنبية، وهو ملتقى خاص بالفنون، وكمان هنتابع هذا التقرير. قدرات ومواهب خاصة أبهرت العالم في ختام فعاليات الدورة السادسة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة على خشبة المسرح الصغيرة بدار الأوبرا المصرية بمشاركة الفرق الفنية الإفريقية والصينية والعربية. الفعاليات كانت متقسمة لمجالات كثيرة، منهم معرض فنون أولادنا اللي النهاردة في الحفل الختامي بنوزع الجوائز بتاعته، منتهى الإبداع والابتكار والالوان، ويتضح كده اكتر في الورش الفنيه اللي احنا عقدناها طوال فتره الملتقى. شاركنا بالفنون التشكيليه، يمكن اخذنا اول ثلاث مراكز الاولى فزنا فيها بمشاركه طلابنا من ذوي الاعاقه، ونشكر مؤسسه اولادنا وكل من شارك في هذا الملتقى. كلنا إنسان شعار ملتقى أولادنا هذا العام لذوي القدرات الخاصة واكتشاف قدراتهم في مجال الحرف اليدوية والفنون التشكيلية والغناء الفردي. أنا غنيت فيروز وأغاني تانية، بس أنا شاركت السنة دي كمان في, 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 في النحاس. عملت اللوح، انا ارسم ورد وشجر وكل حاجة انا عملتها جوه معرض. وانا صحابي، انا بحب قوي، انا بحب الرئيس وداعية مصر. ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة يأتي بمشاركة 34 دولة عربية وأجنبية يبدعون ويتنافسون في مختلف الفنون.
ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة استطاع تعزيز مسيرة الدمج الفني الدولي من مختلف دول العالم والترويج السياحي والحضاري لمصر من خلال تقديم هذه العروض الفنية الدولية التي تبرز مهارات ومواهب ذوي القدرات الخاصة. من داخل دار الأوبرا المصرية، أحمد ممدوح، أني. طب خلونا مشاهدينا الكرام نتابع الحالة المرورية مع هذا الصباح والأستاذ محمد صابر محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية. صباح الخير أستاذ محمد، يعني ونحن في الساعات الأولى، كيف هي الحالة المرورية والاستعدادات أيضا لساعات الظهور؟ اهلا، صباح الخير استاذ محمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المشاهدين الكرام. يمكن احنا في البدايه زي ما حضرتك تفضلت مشكورا وقلت ان احنا في الساعات الاولى من فتره الذروه الصباحيه، وبالتالي في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه على مستوى الجمهوريه لاستيعاب اكبر قدر حركه سيارات خلال هذه الفتره. حابين نطمنك ونطمن السادة المستمعين ان الحركة المرورية على كافة محاور محافظات الوجه البحري والإبلي والطرق المؤدية ليهم ما زالت حتى الآن بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي في نطاق المحافظات المجاورة كمحافظة الأليوية. الأحجام النهاردة تعتبر أقل من معدلاتها في الطريق الزراعي عند منطقة متنمى المتجه لمدخل شبرا الخيمة. نروح لمناطق قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القرى الكبرى، جميع محاورها ما زالت حتى الآن بتسير بشكل مرضي وشكل طبيعي عدا أعلى منطقة الأعمال وهي منطقة القوس الغربي القادم من مناطق منزل الصحراوي ومتجه إلى وصلة المريوتية. عشان كده في هذا التوقيت بيفضل اللي خارج من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى دائري المنيب بنسلك الطريق السياحي، ده بيكون أفضل وبديل. أما بالنسبة لمحور 26 يوليو ما زال حتى الآن الحركة المرورية فيها بتتوافد أعلى منطقة نهية اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان، عشان كده محور رود الفرج بيكون أفضل وبديل حتى تنتهي فترة الذروة الصباحية. نروح لمحافظة الجيزة، محافظة الجيزة بتقابلنا بعض الشيء في مطلع كوبري الجيزة المعدني من منطقة شارع الهرم، وبيفضل سلوك شارع فيصل بيكون أفضل حالا، أو نستخدم المحاور البديلة والجديدة داخل المدن حتى تنتهي فترة الذروة الصباحية. النهارده بننصح بمحور ترسى الجديد، ده اللي بينقل الحركه المريه من منطقه المنصوريه حتى منطقه خاتم المرسلين، ويبقى احنا كده خففنا الاحجام المريه عن شارع الهرم. زي ما حضرتك عارف ان في انشاء اربع محطات مترو في شارع الهرم، وبالتالي يبقى فتره الذروه الصباحيه بنستخدم المحاور البديله وهو محور ترسى الجديد. بالنسبه لي شارع السودان عند محطه مترو الجامعه بتقابلنا بعض الشيء اللي نازل من اعلى كوبري فيصل ورايح مناطق الدقي والمهندسين، ممكن نسلك النهارده شارع الجامعه ومنه الى كوبري الدقي، ومن كوبري الدقي بنكمل رحلتنا على مناطق البطل احمد عبد العزيز وشارع جامعه الدول العربيه، يبقى احنا كده خففنا الاحجام المريه عند محطه مترو الجامعه. نروح لمحافظه القاهره، محافظه القاهره الاحجام النهارده بتقابلنا اعلى كوبري الحدايق اللي جاي من مناطق سكه الويل والزاويه ونازل على مناطق مدينه نصر، واعلى كوبري الحلميه اللي جاي من مناطق المطريه متجه للمحكمة ومصر الجديدة. عشان كده هنروح نستخدم كوبري سرى القبة اللي بيعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. بتقابلنا بعض الشيء النهاردة في مدخل مدينة الرحاب اللي جاي من مناطق محور الثورة ومتجه لمناطق مدينة الرحاب. أما بالنسبة للكبار اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة جميعها النهاردة ما زالت حتى الآن بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. بننوه من خلال حضرتك إن جميع السرعات المقررة داخل المدن 60 كيلومتر المدن المأهولة بالسكان، أما الأماكن الغير مأهولة بالسكان على أطراف المدن السرعة المقررة فيها 80 كيلومتر زي محور زي شينزو أبي وكذلك أيضا محور شوزيف تيتو ومحور المشير. بشكرك الأستاذ محمد صابر محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية. وبكده مشاهدينا الكرام نكون أنهينا هذه الفقرة في هذا الصباح. بعد وقفتنا الرياضية سوف نتابع بطبع مزيد من الفقرات والمتابعات مع الزملاء.